analytical prediction لconstant net force من section 2.5 page 62. We'll suppose that you have a fan card whose mass is 0.5 kilogram. You turn on the fan, then give the card a shove so that when it is at location 0.2 مع 0 مع 0 meters, it is traveling with velocity 0.3 مع 0 مع 0 meter per second. At a time 0.9 seconds later, the time interval, you observe that the card is at location, the final position 0.146 مع 0 مع 0 meters. What was the force exerted, يعني طالب النت force, by the air on the fan card. The given data, the initial position كان 0.2 مع 0 مع 0 meters. The final position 0.146 يعني L, فلازم الفورس تكون نيجاتيف. ال Fx at least يعني الوقتي استنتجنا ان هي نيجاتيف. اما ال Y وال Z في الغالب هيبقوا زيروز لان مفيش اي تغير. ال V initial قال لي 0.3 مع 0 مع 0 متر per second. ال time interval 0.9 seconds. ال F net مطلوبة. نطبق العلاقة بين ال final position مع ال initial position. Ri plus Vi مضروبة في T plus half F net تقسيم الماس في التي سكوير. الفاينل بوزيشن 0.146 مع 0 مع 0. الانيشال بوزيشن 0.2 مع 0 مع 0. الانيشال فيلوسيتي 0.3 مع 0 مع 0 مضروبة في التايم اللي هو 0.9 بلس هاف ال اف نت تقسيم الماس اللي هي 0.5 في التي سكوير اللي هي 0.9 سكوير. 0.146 ما غيرتش حاجة في الليفت سايد. الرايت سايد 0.2 مع 0 مع 0 بلس 0.3 في 0.9 يبقى 0.27 مع 0 مع 0. ال 2 تكنسل ال 0.5, 2 تايمز 0.5 1 يبقى بلس اف اكس اف واي اف زد ال 0.9 سكوير يبقى 0.81. طبعا واضح ان الاف واي والاف زي بزيروز, هنا 0 مع 0 وهنا 0 مع 0 وهنا 0 مع 0, يبقى 0 بلس 0 بلس 0 يساوي اف واي في 0.81 او اف زد 0.81. يبقى الاف واي والاف زد بزيروز. يبقى الوقت شغلنا ان احنا نحسب الاف اكس 0.146 ماينس 0.2 ماينس 0.27 ايكوالز 0.81 اف اكس. اذا الاف اكس تساوي بوينت بالآلة 0.146 ماينس 0.27 يبقى 0.47. الناتج هقسمه على 0.81 اداني نيجاتيف 0.4 نيوتن. اذا
ال F net المطلوبة هتساوي -0.4 مع 0 مع 0 والوحدة نيوتنز.